شرف وين بي إيت هاي إن أنا ما أنت هرتين نيمارة أو أنا إذن لو داقو أقوم تايدا ويارك نمادا إيدا كوة جهان تاريخ نورالات كايدا مدن يالي مروين حدبان الله شرفت له دي أنا إذن سوكوه تاريخ دايدا أقوم تايدا إيا ويارك نمادا إيدا ويارك نمادا إيدا وعند الشسنة كيكون يسجل بقول أفرتني سيدتي مقالة كالكعيو قبل كمدو وعو عبر شلي إذا هو سكسو قاتي دكسي هو وأنا كنت أشاهد دوسي هوسي مجالا مقدشو أو دوسي سكولك هارتش بلورنجي وأنا كسوة بهاي وأنا كسوة بهاي وأنا كسوة بهاي مجالا بينما صارت كي يكون سكالا وتدواتي يكون وأنا كنت أشاهد أدلك كينيا أقدر ستك لورين شري بريتش تطريال كوليج لورين شري أيا وعن كقاتي شهادة سرع سنة كيكون سجال مغل تطلعتني سديد تطلعتني سجال كي وعن كقلي شري كلية دي إذا ماذا إجالسية إما قال هذا مقدشو مدن يال مروين دينا قبرت دي ذا شقو وعنا فرتن كي سراء لصور دافي وقت جاي جاوهوري وان كشقي هي أضاها الدولة دا هدي عيا حالها حافيسة السياسة دا أمنية دبلوماسية دا إيو وأنوغا فائدستي أنوغا فائدي أنو كدونين وحقارة أنا فايدي كل سجال بقول سديتني يا كوبي إلى سديتني سديت كل سجال بقول سديتني سديت وحنا نقضي دبلوماسي كتير سن سفارة الصومالية في الصين أنا جا أوكسو نقضي حاجة هي اللي بعده سفارة دا قال هاي لنا عملة تري عملة رأيت أشيعها سنة كي كل سجال بقول سجاشين يكوبي سجاشين لبدي وحن نقضي وزيرك الجديد كعركي يدولك الدولة دي كميرجار كهاي وهو جامين هاي مدعوين الله هون عارف يا علم أدمع من سنة كي يكون سجال بقى سجاشين لبدي سجاشين يافر كي وحن ها حقيه أرمه جودها إسمعي سي يو إس إس إن إيه وهو جامين هاي الله هون عارسته ترى المحافظة على عيدي سنة كيكون سجال بقى سجاشني شنتي سجاشني تضوادي وحنا هتريه عيدا كبوليس كان لقضي ما ملك جبل كبراندي وأيكوب هو بين حل جاس ما دام أدور ابن حاشرين علي نادي محمد إيو حسين عيدي سنة كي لبكون يا لبكون يكو وعن ك لبكون يكو وعن كم النقضي حد بعنا دي برلمان كي كمل جارك ها اللي بصوا دي زي مقالة عرتا ادلك جيبوتي سنة كي لبكون يكو لبكون يا أفر وعن مرلبات نقضي تليه عيدا كبوليسكا قبل كبراندر الدولة دي كميل جارك هاي وهو جانا هاي مرحوين عبد القاسم صلاح حسن وحان الله قاشا وحان قاعد يدري كذا قاشا الله سري وحان الله يقدر يجي تليه قبل كبراندر أيده لا يقعد صلي إن أنت برلمان كفرد لها إن أنت فرد إذا أمن وقف إيديه ما ملك سنة كي لبكون يتدلى لبكون يسجل
وحان نقضي تليه قد عيدن كبوليسك الصوماليات ودولتي ومدعكها مدعوين الدولتي وقامني الله ونحرسته عبد الله يوسف أحمد أنا قو أنا دلعي مدة سنة حديدة لبدر تسرية قوتو يسرية قاس مدن يا مروين مدن قدومية مدن قدومية كرجانو سنة كي لبكون يا سقال لبكون يا طبعا وحن نقضي وسير كي معلنتي يبيها معلنتي يبيها دولتكم ملقار كاي أو هجامنا هي شريف شيخ أحمد مدن يا مروين سيدو كلا سنة كي لبكون يا لبيا طبعا لبكون يش لبي لبكون شني طبعا وحن نقضي مدحويني صدحات الدولة الجوبلات كي قال مدو أو مركز حرنتي سؤاية هاي ما قال لك الكعية أنا جو أرك هاي هنا يدات كهير قال مدو باهي أيوة باهي أقبان إن أي مدوبان نبض قوة النولادان درس كودنا حسلوني يسكاش كل النولادان إسلام مرة هانت أزنا حوتين كرتا دي بهرشي سنت يجودهان دلك صوال يوردن سنة كي لبكون يشنتي وحان تردحاد وها شركي لغو قبتي دقمدا عداد ام تشددي سو حبلوغي ميدوغي قلمدو اي كومي لغو ميدايو isla markaana waxaan ka mid noqday murashaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug laakiin nasiib wanaag naashaas ma ku guuleysan waxaan ku guuleystay markaas abdikariin madaxweyne abdikariin xuseen guuleed baa ku guuleystay aniguna xilligaas si sharaf leh ayaan ugu wareejiyay maamulkii iyo ciidankii iyo nidaamkii anigu aan gacanta aan ku hayay madaxayaal marooyin walaalayaal madaxda sharafta oo kala duwan 2006-2020 waxaa la ii doortay inaan noqdo senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuma tala dowlad goboleedka galmudug kadibna baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ii doorteen inaan noqdo gudoomiyihii guddiga dib u eegidda dastuurka ku meel gaarka ee labada aqal inaan ka noqdo halkaasoo aan runtii shaqo adag oo 4 sano xiriir ah oo aan nafis lahayn si aan u gaarsiino shacbigan Soomaaliyeed looga saaro maaragtay dastuurka qabyada ah si looga saari lahaa marka mudan yaa marwooyin waqtiyadaas aan ka soo sheekeyay oo aan hawlaha qaranka iyo midda gobolka ka soo shaqeynayay aragtideedu waxa ay ahayd dhisidda dawladnimada dib u heshiisiinta iyo baahinta nidaamka dawladnimo iyo maamul wanaag ee dalka oo dhan mudan yaa waxaan weligay aaminsanaa in dib u heshiisiinta hoos laga soo bilaabo si loo abuuro is-aaminaad kalsooni iyo wada noolaansho Soomaalida dhexdeeda oo dhan mudanayaal marwooyin walaalayaal madaxda sharafta leh dowladnimada Soomaaliya waa dhismaysaa waxayna samaynaysaa horumar ballaaran balse waxa ay u baahan tahay ilaalin is-aamin iyo tanaasul isku tanaasul muddadii ugu dambeysay ee aan ku matalayay galmudug aqalka sare
وحان كم تري سعد بان أم تري أم وقته وآخر صوني أنا جو كشقين يجي إن يقل مدو هرمر هرمرتو أمني جاده إيو دبهرش سنتنا لقاش قايو وحانا وهرس وحانا وحانا وبراري حلية كل دوان أو أبد إن أنا كسر شقيو أريمها أمني جا إن أنا قريب كقاطو يدبهرش سنت سلطان وقدام بنتي حجوانا وشرفته وحالي ذي كعو صنايا إن السيسان عدكي إن مركلة فرصة أن نقوع ديقو كنا متولى الدولة قولات قلنا إيه قودهان با دالك صوماليا وحال روان مناسبة إن السيقار أقوم هاد عليو مدى حوينا هاد دولة قولات قلنا أحمد عبد كاري قورقور ومشرع لماذا إن أنك قيب قلو ما أنت هلك إنا إماضو نوفد ذيي روا إنا نهرتين أقام هاد عليو دمان أقول دمينتي ولا ريال مدن مروين وحان إذن لا يا النبط هرمر مدنمو وبالله توفيق.